الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم. فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله، رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ثمرات صنائع المعروف في الدنيا، وبينا وقايتها لأصحابها من الحوادث المهلكة والآفات المزرية، كما وضحنا بالمثال أن التحبب إلى الناس بصنائع المعروف يؤيد العبد بنصرة الله تعالى على يد من شاء من عباده. ونواصل حديث ثمرات صنائع المعروف في الدنيا، لنبين اليوم أن الساعي لقضاء الحوائج موعود بالحفظ في ذريته وأولاده، بحيث يكونون في ضمان الله عز وجل، لا يفتقرون ولا يذلون، يصلهم الله تعالى بمن شاء من عباده الصالحين، ويقيض لهم من يكون إلى جوارهم. وقد جاء هذا المعنى في إثارة المولى سبحانه وتعالى الشفقة في قلوب عباده على أولادهم، فأمرهم بتقواه وخشيته في خلق الله تعالى الذين هم عيال الله. فقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفيما ذكروا أيضا في سورة الكهف، وأنه حفظ مال الأولاد المخبوء لهم بصلاح أبيهما، بصرف النظر عن صلاح الأولاد، حيث لم يذكر لهما صلاحا، وإنما قال: وكان أبوهما صالحا، حتى ولو كانوا غير صالحين، وكان الأب صالحا في ذاته، صالحا في نفسه، يخشى الله ويتقه ويصنع المعروف إلى عباده ابتغاء مرضات الله، يحفظ الله تعالى الذرية من بعده. وقد كان بين هؤلاء الأولاد الذين ذكروا في سورة الكهف وبين الأب الذي حفظوا بسببه سبعة آباء، كما روي عن الأئمة. وفي ذلك قال الله تعالى: وأما الجدار، في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا،
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. إخواني وأخواتي، ومن شواهد صدق هذا النوع من الحفظ ما أخرجه الحاكم والطبراني عن سلمان بن عامر الضبي قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفي بالذمة، أبي كان من أهل الشيم والمكارم، كان يصل الرحم، كان يقري الضيف، كان يوفي بالعهود، كان يوفي بكل عهد بينه وبين الناس، وينفع المعدوم والضعيف. فقال قال لي النبي: ولم يدرك الإسلام؟ قلت: لا. فسكت. قال سلمان: فلما وليت، لما انصرفت من مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله علي بالشيخ، ردوا علي الشيخ. فرجع سلمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقال لي: يكون ذلك في عقبك، فلن يذل أبدا ولن يفقر أبدا. يكون فعل والدك الذي فعله وهو غير مسلم قبل الإسلام، قبل أن يدرك الإسلام، من بر ومعروف وصنائع وقرا للضيف ووفاء بالذمة وصلة للرحم، يقعد في أولادك يا سلمان، يخلفه الله تعالى في أولادك. هذا حديث خرجه الحاكم والطبراني بسند صحيح. يكون في عقبك، يكون ذلك في عقبك، فلن يذل أبدا ولن يفقر أبدا. ومن الشواهد لذلك من واقع الحياة، الشواهد العملية التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد المعروف لأصحابه، وحفظت الذرية والأولاد بصنائع الآباء وإن كانوا على غير دين الإسلام، من واقع الحياة بل من نفائس الشواهد ما ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى مواعظه التي كان يحث فيها على مكارم الأخلاق، ويبين نفع المكارم في الذرية والأولاد من بعد الآباء، وذلك فيما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن كميل بن زياد النخعي تلميذ الإمام علي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا سبحان الله. هذا في خطبة علي، والتسبيح هنا تعجب، تعجب من أحوال الناس، كيف ينصرفون عن المكارم، كيف ينصرفون عن المواعظ، كيف ينصرفون عن الفكر والتعقل. قال علي مستهلا: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير. أكثر الناس زهاد في الخير، لكنك تراهم في غاية الحرص على الأخذ وعلى الدنيا. ما أزهد كثيرا من الناس في خير. عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة، يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا. فلو كان، لو كان ذلك الرجل أو ذلك الأخ الذي لا يرى نفسه للخير أهلا، فلا يصنع المعروف في صاحب الحاجة الذي أتاه، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق. لو لم يكن لها عند الله ثواب، ولم لو يكن في تركها عقاب، لكان ينبغي لأصحاب الهمة من الناس أن يسارعوا إليها، لأنها من مكارم الأخلاق.
قال فإنها تدل على سبل النجاح. مكارم الأخلاق تدل على سبل النجاح. فقام إليه رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الكلام الذي سمعناه منك الآن هو خبر عن رسول الله؟ فقال علي نعم، وما هو خير منه، عندي شاهد. ما هو؟ قال علي لما أتى بسبايا طي، لما أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبايا طي، رأى حاتم الطائي، وقفت جارية فقالت يا محمد، وقفت جارية في السبي، قالت يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي. في أي سودة كان؟ قالت وإن أبي كان يحمي الذمار، كان يحمي جواره ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة القط، أنا ابنة حاتم طي. وحاتم طي، حاتم الطائي، كان من الكرام الكرام العرب المشهورين المعروفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه ولسائر العرب. فماذا كان؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا، ما ذكرتيه من الشمائل والصفات، هذه صفة أهل الإيمان، أهل الصدق في إيمانهم، أهل الحقيقة. ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، اتركوها، خلوا سبيلها، فكوها من الأسارة، فقد كان أبوها يفك الأسارة، يفك العاني، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق، صلى الله عليك يا رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، إذا أردتم أن تأمنوا على أولادكم من بعدكم فاتقوا الله تعالى في غيرهم من عيال الله وأحسنوا معاملة خلق الله، تسدوا بذلك منافذ الضرر من الفتن وغيرها على أولادكم. فكما يدين المرء يدان، وقد روى الطبري من حسن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذه الآيات وأمثالها التي ذكرناها في سورة النساء وفي سورة الكهف، روى بإسناده عن أبي عمرو الشيباني قال كنا بالقسطنطينية في تركيا أيام مسلمة بن عبد الملك في جيش مسلمة، قال فجلسنا يوما جماعة من أهل العلم، جلسنا يوما جماعة من أهل العلم فيهم فلان وفلان وابن الديلمي، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك العبد الصالح الذي قتل الله تعالى على يديه الأسود العنسي مدعي النبوة. فقال أبو عمرو جلسنا في جماعة من أهل العلم نتذاكر نتحدث في العلم فيهم ابن الطيلمي، قال فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان، مجلس يتحدثون فيه عما يكون في آخر الزمان من فتن وما يكون فيه من خير وما يكون وما يكون. قال فضقت ذرعا بما سمعت، شاب سمع أن آخر الزمان فتن وأن آخر الزمان فتنة المال والأولاد، فسمع من أخبار الفتن وفتنة المال والأولاد ما أضجره ما أضاق صدره. قال فقلت لابن الديلمي يا أبا بشر بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا، أنا الآن أتمنى ألا يكون عندي أولاد، إذا كان الحديث آخر الزمان سيكون كذلك وستكون فتنة. ولاحظ أن في هذا الوقت كان الناس يعتبرون أنفسهم في آخر الزمان، ونحن الآن نعتبر أنفسنا في أول الزمان،
وعندنا كأس العالم سيكون في قطر سنة 2023 وسنة 2040 حيكون مش عارف ايه و 2090. نعد سنين طوال في جيش مسلمة بن عبد الملك في فتح القسطنطينية في المرابطة في القسطنطينية، كان الناس يتصورون أنفسهم في آخر الزمان، حتى قال أبو عمرو الشيباني لابن الديلمي صاحب رسول الله: فقلت لابن الديلمي يا أبا بشر بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا، قال فضرب بيده على منكبي، ضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل، لا تفعل هذا، لا تترهبن، لا تترك الأولاد والذرية، فإنه ليست من نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة. هكذا تعلم أصحاب محمد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث المخرج في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء الذي أراد الله أن يخرج منه ولدا لو أهرقته على صخرة ليخرجن الله منه ولدا، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. أصحاب رسول الله علموا من رسول الله، عندما نتعلم من رسول الله نكون على وعي ورقي وفكري. فقال: لا تفعل، لا تفعل، فإنه ليست من نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة، إن شاء يعني ذلك الرجل وإن أبى. قال ابن الضيلمي: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه؟ أدلك على عمل إن أنت أدركته ونجاك الله تعالى من كل هذه الفتن، وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فيك. قال: قلت بلى، فرصة عظيمة، دليل نجاة. ما هو دليل النجاة؟ قال: فتلا عند ذلك هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا دليل الأمان، دليل الوقاية، دليل النجاة الذي قدمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلميذ من كبار التابعين، وقد أبت عليه نفسه أن يكون له ولد خشية على نفسه من فتنتهم وخشية عليه من الفتن، فدله الصحابي على سبيل الوقاية بهذه الآية العظيمة. وهكذا الساعي لقضاء الحوائج إخواني وأخواتي موعود بالإعانة مؤيد بالتوفيق في وقته وفي عمله وفي ذريته. وحسبك صدق الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور المخرج في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم إخواني وأخواتي، إن الساعي لقضاء الحوائج المساعد للضعفاء والذين لا حيلة لهم من العباد فيما يحتاجونه من أمر المعاش وما يعينهم على أمر المعاد، ليس أمر المعاش فقط وإنما ما يعينهم على أمر المعاد كبناء مسجد وبناء مدرسة دينية وغير ذلك، موعود بالإعانة من الله في سائر أمره الدنيوي. فإذا وفد عليه في الآخرة وجد من الكفارات والدرجات ما لم يخطر على باله قط. وفي تقريب هذا المعنى جاء الحديث الذي أخرجه البياقي في الشعب في شعب الإيمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أغاث ملهوفا، والملهوف هو الضعيف المتحير، وكل من له حاجة لا يقوى على أن يقوم بها وحده، ماذا؟ قال: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفرة، واحدة فيها صلاح أمره كله، واحدة فيها صلاح أمره كله، أمر دنياه، وستان وسبعون له درجات يوم القيامة. هذا موعود، وعد بالمغفرة، والعدد هنا لا مفهوم له،
وإنما المراد منه الكثرة، موعود بكثير من مغفرة الله عز وجل. السادة العلماء قالوا في الحديث إشارة خفية إلى بشارة حلية، إشارة خفية إلى بشارة حلوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن المغفرة الواحدة تعم جميع ذنوب العبد في الدنيا وتصلح أمره كله. نعم، إذا أصابتك رحمة من الله صلح أمرك كله، رحمة واحدة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لما تصبح الصباح اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رحمن الدنيا والآخرة، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. إذا أصابتك رحمة من الله أغنتك عن سواه من الخلق. فهكذا قال العلماء، هذا الحديث فيه بشارة حلوة من رسول الله، في إشارة خفية إلى بشارة حلوة من رسول الله، وهي أن المغفرة الواحدة تعم جميع ذنوبه في الدنيا ويعوض عن سائر أعداد المغفرة المذكورة في الحديث بالدرجات العلى في العقبة في الآخرة. ولعل هذا الحديث مأخذ ما قاله بعض العلماء كالإمام النووي وغيره، أن المكفرات إذا اجتمعت فتوجه أولا إلى محو الصغائر، ثم إلى تخفيف الكبائر من السيئات، ثم تكون سببا في رفع الدرجات العاليات. نسأل الله تعالى أن يرفع لنا ولكم الدرجات في الجنة بأعمالنا الصالحة، اللهم آمين، وأن يوفقنا لذلك، وأن يرفعنا برحمته، وأن يكفنا وإياكم برحمة من عنده تغنينا بها عن رحمة من سواه. فانتهز الفرصة أيها المسلم وأيتها المسلمة، واغتنم فرصة الحياة، واتصل بسبب من أسباب الوقاية والنجاة بصنائع المعروف، تحظى بحب الله عز وجل، وتشرف بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتغنم في عقباك تلك المغانم، وتنزل من الجنة في أعلى المنازل. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم. إن الله جعل المكارم، جعل مكارم الأخلاق، جعل صنائع المعروف حبلا بينه وبين العباد. قال علي، فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها. وهذا ما سنواصل معه الحديث بعد إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Come close and fill the gaps, inshallah. Make rooms for whoever comes late. We thank Allah, the one who has unlimited source of grace, mercy, and blessings. All matters will return to Him. And Allah is aware of everything that we do. I bear witness there is no God except Allah, subhanahu wa ta'ala, the one and only, with no partners, the Almighty and a sure truth. I bear witness that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and messenger of Allah. My dear brothers and sisters of Islam, we started last week talking about the fruits and the rewards for those who submit to Allah's command to collaborate for righteousness and piety in this life. We clarified with example how they are protected and shielded from all kinds of trials, accidents, mishaps, and all other demising situations. We also clarified with example how getting closer to people, the servant of Allah subhanahu wa ta'ala, with righteous deed and help, guarantee the victory and support from Allah and from those who he appoint, Allah subhanahu wa ta'ala, and employ from the honorable to be at their service. We continue our talk today, inshallah, to clarify how he who lend a hand and help others is promised care and protection of his own children and offspring. They are in the care of Allah. They don't suffer poverty or humiliation, as Allah subhanahu wa ta'ala joins them to whom he wishes
from the righteous. Allah subhanahu wa ta'ala said in a very inclusive, very decisive verse, giving us direction to this protection, to this insurance for our children. This is the word of Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa, verse 9. Allah subhanahu wa ta'ala said, and let those who fear, if they left behind weak offspring, would be afraid for them, so let them mind their duty to Allah and speak justly. Allah subhanahu wa ta'ala put two conditions, two deeds that you can do to have that insurance for your children and offspring of goodness and protection. And this is what every father will be worried about. That what every one of us will be actually concerned about. This too is to actually mind your duty to Allah subhanahu wa ta'ala and speak justly. Just speak justly. Allah subhanahu wa ta'ala is illustrated in Surah Al-Kahf. He protected and preserved the money of the orphans as a return for the righteousness of their father, regardless of the integrity of the children. Allah subhanahu wa ta'ala did not describe the children of being righteous in the verse. No mention of the condition and the righteousness of the children in the verse. The old scripture actually told us about seven fathers between the righteous father who for his sake the children were favored and blessed. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Kahf, verse 82, As for the wall, it belonged to two youths, orphans, in the town. There was beneath it a buried treasure to which they were entitled. Their father had been a righteous man, so the Lord desired that they should attain their age of full strength and get their treasure and mercy and favor from your Lord. This protection is clear in what was narrated by Al-Hakim and Al-Tabarani on the authority of Salman ibn Amr al-Dabbi, may God be pleased with him, that he said, I came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and I said, O Prophet of Allah, my father is a man who always connected and bonded with his family. Honor the guest and fulfill his covenant. The Prophet responded, and he did not live to be a Muslim. He realized the concern of that man about his father. He was a good man, he was righteous, he was doing good deeds, but he did not live to be a Muslim. And the Prophet inquired about that, and the man said, yeah, no, he did not become a Muslim. And when the man left, the Prophet Muhammad, peace be upon him, called him back. And he said, the blessing of what your father did will materialize in your offspring. They will never be demised, and they will never be poor. So the goodness of righteous deeds actually pass on, even from a guy who was not actually a Muslim yet. But that's the virtue of being good, the virtue of righteousness, the virtue of speaking justly. Carry on. As a proof of this blessing is what was narrated by the Caliph Ali ibn Abi Talib, may God be pleased with him, that he said in one of his sermons, commanding people of good manners and to do and to be on the best